الحدث مع أحمد القماطي. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. بعد عامين على توقيع الاتفاق السياسي المشكك في شرعيته، وبعد مرور عام وثمانية أشهر على دخول المجلس الرئاسي إلى قاعدة بوسطة البحرية في 30 مارس عام 2016 على ظهر فرقاطة إيطالية، وفي رواية أخرى ليبية، والعهد على الراوي المؤيد للصخيرات الذي قال أن الإيطالية أفرغت حمولتها من المسؤولين الليبيين غير المنتخبين وسلمتهم إلى القطعة البحرية الليبية في المياه الإقليمية. بعد عامين على هذا التاريخ سيء الصيت المشكو من تأثيراته السلبية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، نجد المواطن الليبي وقد بات يراقب بحسرة انهيار الدينار الذي دخل السراج البلاد، وقد كان أكثر هيبة، حيث كان الدولار الواحد يزن 3 دنانير، بينما اليوم وبعد عامين وصل إلى سعر يقترب من 10. هذا الأمر الذي أثر على المواطنين تأثيرا مباشرا وانعكس ارتفاعا في الأسعار. أيام قليلة مشاهدينا تفصلنا إذن على الوصول إلى تاريخ 17 ديسمبر، فهل سيطوي هذا التاريخ صفحة السراج وجوقة مؤيديه عبر انتفاضة شعبية أو عصيان مدني أو أي صورة من صور الحراك الاحتجاجي ضد هذه الأجسام السياسية التي عززت الانقسام والفساد وأسهمت في تردي الظروف المعيشية؟ استمعت لعدد كبير منهم يطالبون بانتخابات، بعضهم يحدد نوع الانتخابات الذي يريد، وبعضهم ترك الموضوع غامضا، هل هي رئاسية أم نيابية أم معا، وهل هي في اليوم نفسه أم لا. قد تقرر البدء في عملية تسجيل وتحديث سجل الناخبين. أهلا بكم مشاهدينا، ورحب بضيوفي في هذه الحلقة من برنامج الحدث هنا في الاستوديو. دكتور فرج السايح، رئيس المعهد المغاربي للدراسات والبحوث الاستراتيجية، كما أرحب كذلك بالأستاذ سميح الأطرش، المحامي والناشط الحقوقي عبر الهاتف، سينضم إلي بعد قليل عضو مجلس النواب الأستاذ زياد إدغيم. أرحب بك بداية دكتور فرج السايح. أيام قليلة تفصلنا على تاريخ الوصول إلى 17 ديسمبر، وحالة ترقب كبيرة لهذا التاريخ ولما بعده. برأيك دكتور، ما هو السيناريو الأقرب للحدوث؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وهذا ما ندعو به دائما وأتمناه دائما. الوضع أخي الكريم الذي يعاني منه المواطن الليبي حقيقة لا يطاق، سواء من الحالة المعيشية الضنكة أو الحالة الأمنية في بعض من المناطق والمدن، وخصوصا بالمنطقة الغربية، من إرهاب وترويع أصبح يفوق عن ما هو كان متوقعا
وقد يقرأه القاري سواء عن بعد أو من قرب، فالحالة أصبحت لا تطاق، وعليه أصبح لا مفر للمواطن الليبي إلا إما انتفاضة عارمة تطالب بإسقاط جميع هذه الأجسام وإنهاء ما يسمى باتفاقية الصخيرات، أو العمل على الإسراع لمساندة القوات المسلحة الليبية لإنقاذ ما نحن فيه الآن من حل. أما فيما يخص الانتخابات فهو موضوعا قد يطول النقاش فيه، وسننتقل إن شاء الله إلى ما بعد الانتخابات وموضوع الانتخابات وقصة الانتخابات. صحيح، بعد قليل سوف نناقش ذلك بالتفصيل، لكن دكتور تعتقد أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث انتفاضة شعبية في المناطق التي تقع الآن تحت سيطرة الميليشيات، مدينة طرابلس على سبيل المثال؟ أخي الكريم، حقيقة الجميع يعلم حجم القبضة الأمنية في مدينة طرابلس، وأنا عشت العديد من الحالات داخل طرابلس، وحجم الإرهاب والترويع الذي حقيقة كل يوم يمارس على المواطن الليبي داخل طرابلس. وعلى هذا الأساس أصبح المواطن في طرابلس غير قادر على الانتقال حتى من بيته إلى مقر شغلي فيما يخص الإرهاب والترويع الذي يمارس باستمرار. نتيجة لهذا القمع لا نتوقع ثورة شعبية في مدينة طرابلس بعد 17 ديسمبر. أنا قد تحدثت في السابق أن يحذروا الحقيقة الحليم إذا غضب. هذا تكرارا تكلمت، طرابلس عندما تصل إلى نقطة الصفر قد تنتفض، لأن أصبح لا خيار للمواطن داخل مدينة طرابلس إلا الحياة أو الموت. ولكن حياة كما قال عباسي مدني المواطن الليبي ميت ولازال يخاف الموت، لا أعتقد بما نشاهد الآن فيما يحصل في طرابلس يستحق السكوت عنه أو الرضا به. المصارف ليست بها من شهر رمضان أعتقد أو من العيد السابق، لم يتحصل المواطن الليبي في طرابلس على درهم واحد. إذن أصبحت الحياة لا تطاق، يا إما ميت أم ميت، صار لهم زي حقيقة زي إخوان الأفارقة اللي هاجروا لأوروبا، ما عاش في خيار، يا إما تموت يا إما تموت، فتموت بشرف وبكرامة أحسن من أنك تموت جوعا وفقرا وتضرعا. ولاحظ ما يحدث لأبنائك وهم في حالة من الفقر. أرحب الآن بالمحامي والناشط الحقوقي الأستاذ سميح الأطرش. أستاذ سميح أهلا بك. أهلا بك سيد أحمد وبالسادة المشاهدين الكرام وبسيد ضيفك الكريم أستاذ فرج. أستاذ سميح، ما هي توقعاتك للمشهد بعد 17 ديسمبر؟ نعم، بداية أستاذ أحمد وسادة المشاهدين يعلموا جيدا بأن هناك اتفاق أطلق عليه اتفاق الصخيرات، وبالتالي اتفاق الصخيرات تم إبرامه في مدينة في المغرب الشقيقة وهي مدينة الصخيرات. فما حدث أن هناك لجنة كانت مشكلة، هي لجنة الحوار، إذا كان نسيناها ونحن شعب نسائي حقيقة، لجنة حوار اختيرت تحت علامات استفهام كثيرة، وتم البداية في آلية تم اتباعها من خلال مجموعة من البرلمان الليبي ومجموعة أخرى من البرلمان الليبي، وكان الغرض في الأساس هو موضوع عودة أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان وتقديم العون والمساعدة وأداء واجباتهم وفقا للوائح الداخلية الخاصة بهم. للأسف ما شاهدناه هو أن اتفاق الصخيرات بدأ بطريقة حقيقة ليست صادقة ولا يعلم عليها الشعب الليبي شيء أبدا، ولا كذلك النشطاء ولا كذلك القانونيين ولا الوطنيين في هذا الوطن الغالي، أنهم يعلموا ماذا يدور في الصخيرات، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه باتفاق وقع من قبل أعضاء مجلس النواب، ورجعوا جميع أعضاء مجلس النواب كلهم بحجته، واحد قال وقعت بالأحرف الأولى، الآخر يقول أنك أنت قاعد في الدار وما وقعتش، واحد يقول مش عارف إيش، كل واحد يتسبل بأسبابه كويس، ويدفع الثمن باهظ تاريخيا، سيدفع الثمن باهظا جميعهم، سواء مجلس النواب سواء الأعضاء الآخرين سواء لجنة الحوار اللي نحن بننبه في هذا اليوم أن نحن مناش ناسين ما اللي بدأ في هذا الصراع. ما حدث هو أن
القيادة العامة للجيش الليبي خرجت من خلال القائد العام وقالت بأن يوم 17 على السياسيين أن يصلوا لعلاج الأزمات التي يمر بها المواطن الليبي في ليبيا، وإلا سنضطر لاتخاذ قرارات نراها كفيلة بتحقيق وضمان حقوق المواطن الليبي. وبالتالي يوم 17 سيد أحمد ليس يوما مزعجا في هذا الوطن، ليس مزعجا. ما سيحدث هو أن القيادة العامة للجيش ستمارس كافة واجباتها المنصوصة عليها قانونا في قانون العسكري والتعديلات بتاعه كويس، والقوانين كذلك الأخرى الناتجة عن حالة الطوارئ وعن حالة النفير وعن إنشاء حاكم عسكري في المنطقة من إلى توسعها قد تكون في مناطق أخرى. ولكن ما نقدروش نحن نقول أن يوم 17 الجيش بيخش لطرابلس، هذا أمر حقيقة أصبح يعني محل دراسة من قبل القيادة العامة للجيش، وهي أمور عسكرية لا أستطيع بحكم التخصص أني نأخذ فيها. ولكن نعتقد أن لقاء المشير القائد العام للجيش الليبي في إيطاليا اليوم وهذه الزحمة اللي حدثت حقيقة أربكت المشهد السياسي بأن هناك مساعي من قبل السراج بذهاب الولايات المتحدة وكذلك زيارة القائد العام للجيش الليبي إلى إيطاليا لتهدئة النفوس، إن هم اللي تموا خايفين من 17 واللي المفروض يسألوا هم الطليان والأمريكان والإنجليز والفرنسوية ماذا سيحدث يوم 17. ردينا في هذا اليوم معاكم إن بنقول أن اتفاق الاسخيرات نافذ حتى الساعة 12 ليلا من يوم 17، بعد ذلك قانونا بتنتهي كل الصفات الموجودة والأسام حقيقة العاجزة عن توفير قوت المواطن الليبي اليومية. وبالتالي أصبح يوم 17 هو يوم عادي كأي يوم على الجيش الليبي وعلى الجهات الأمنية أن تمارس صلاحياتها أن على المسؤولين في منطقة برقة وفي منطقة الجنوب وكل ما هو تحت أيدي القوات المسلحة والجهات الأمنية المكملة لها المتعاونة معها أن هي تضع يدها لتوفير احتياجات المواطن. بمعنى لما جاء خطاب المشير خليفة بن قاسم حفتر وذكر وقال بأن يوم 17 هذا يوم حيكون تاريخي بالنسبة لنا، لأن إذا كان السياسيين لم يوفروا احتياجات الشعب الليبي سيتحرك الجيش الليبي، فنحن ننتظر من السيد المشير أن يخرج علينا ويقول ماذا سيحدث يوم 17. يوم 17 ما هيش انقلاب، يوم 17 ما هيش ثورة، يوم 17 هو يوم كأي يوم، ولكن يوم للجيش الليبي أن يوفر احتياجات المواطن الليبي كما حدث لما القيادة العامة أصدرت منشورة على الموظفين في المصارف يجوا الساعة 7 صباحا. نحن تبعناهم شخصيا لقيناهم الساعة 7 بالضبط قاعدين في مصارفهم وفتحينها ووفروا احتياجات المواطن، نبوها على مستوى ميناء بنغازي، نبوها على مستوى مطار بنينة، نبوها على مستوى مطار لبرك، على ميناء طبرق، على ميناء طرابلس. ونشوفوا نحن ننتظر الانتفاضة اللي حتكون هي مش نحن مش برقة وليس جنوب، هي منطقة الغرب، فعلى الغرب شبابها رجالها نساها شيبها كلهم عليهم ان يتحركوا. من اجل شنو يا استاذ احمد؟ نحن ما قلنا لهم ديروا انقلاب، حتى العيال الاخرين اذا كانوا ليبيين مش اجانب ارهابيين فارهابيين تخلصوا منهم، اذا كانوا مش ارهابيين قمعوا معاهم وتحاوروا معاهم وتناقشوا معاهم واوصلوا لحلول. شنو الحلول؟ ان نحن نريد جيش، نحن نريد شرطة. شنو العيب اللي فيها؟ ما هو العيب من مواطن ليبي يصرح يقول لك انا نبي جيش؟ شنو الجريمة اللي فيها؟ نحن نريد جيش لكم من رجالكم من ناسكم من أهلكم كما يحدث في درنا، نبوها من أهل درنا، ديروا جيش أنتم، ديروا مدارس، ديروا داخلية، ديروا شرطة، شو المشكلة اللي فيها؟ ديروا أجهزة أمنية سرية. ولا تبوا الفوضى، لن تستمر الفوضى يعني مستقبلا في ظل من مستفيدين من هذه الفوضى. نحن أكبر كارثة عندنا يا أستاذ أحمد وأستاذ المشاهدين الكرام أدرى بذلك هو الفساد المنتشر في الوطن. حقيقة الفساد هذا لن يكون بوضع اليد، يعني الشرطة توا بدأت تتحرك اليوم أنا جاي جميع الميادين موجودة فيها رجال أمن، ما ينفعش اليوم بس حقك بكرة وبعد بكرة وبعد بعد بكرتين وشهر آخر وسنة أخرى وإلى الأبد إلى الأبد، أنك أنت يجب عليك أنك أنت تكون متواجد في هذه النقطة بمعنى توفير الأمن.
الجيش كذلك عليه أنه هو ينظم نفسه أكثر، يستعد أكثر، يلم شتاته أكثر، والاستعداد كذلك لتحمل مسؤوليات اللي نص عليها القانون. وهو قسم اليمين: أقسم بالله العظيم أن أدافع عن وطني وعن حدودي بلادي. ما قالش على بنغازي، ما قالش على طبرق، قال على ليبيا كلها. لذلك كل من يرتدي زي عسكري لديه الرقم العسكري. ماذا يعني ذلك الرقم؟ نبو رقب. هو أقسم اليمين بالله عز وجل أن يدافع عن وطنه وأن يحميه من الغزو، ويحمي دستوره، ويحمي ديمقراطيته، ويحمي وطنه، ويحمي سكانه رجالا ونساء وشيخا وشباب كله مع بعضه. إذن هذه مسؤوليات أنت أقسمت عليه، عليك أنك أنت تكمل مشوارك، وأنك أنت تقف لأداء واجبك على أكمل وجه، وعلى الشباب المناطق أن يكونوا مساندين. إذا كان عندك كلاشن، شو قيمة الكلاشن ده؟ ما هي قيمة الكلاشن كوف ولا الدوشكا عندنا؟ طيب. أنا درتها من باب مكافعة الإرهاب، انتهى الإرهاب. بعد 17 ديسمبر لا تتوقع أي نوع من الحراك في المناطق المحررة، لكن تتوقع حصول شيء ما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات؟ نعم. أو تنتظر على الأقل؟ أنا ننتظر، نعم ننتظر ونتمنى ونطلب. حقيقة أنا نطلب، هذا طلب غريب يعني مننا، لكن نطلب أنا من أهالي طرابلس، لأن نحن كنا نعنادوا دائما على طرابلس. طرابلس يجب أن تتحرك، طرابلس هي العاصمة، ولن نرتاح ولن نسعد إلا بطرابلس. نحن لما نقول طرابلس عدوا قم يا سيدي الجيش ما يخشش، خلي نحن تمينا خشينا، تمينا سياسيين وتمينا عسكريين وتمينا قانونيين وتمينا أطباء، كل شيء خشينا فيه. الجيش مش حيخش، عدوا أنتوا يا سكان طرابلس، رجال طرابلس وهم كثر، عدوا أنتوا لهالمجموعات الميليشيات اللي الميليشيات اللي تقصد بها لا يتبع القانون، لا يطبق عليه القانون. ميليشيا مجموعة من الناس عند لديها أسلحة تتقاضى في راتب شهري كويس مقابل عمل يقوم به من الأمر بتاعه اللي هو غير شرعي، هذا فقط. إذا نظم روحك، دي اللي جسم قانونينا، دي اللي جسم قانوني. وهذا يا أستاذ أحمد يرجعنا إلى بيت القصيد، أن اتفاق صخيرات أول نص فيه أن على السراج بمجرد وصوله إلى مدينة طرابلس في هذا في هذه الحكومة، في هذا الاتفاق الغير شرعي، في هذه الحكومة الغير حائزة على أي شرعية وتتنقل في ربوع العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لما يسافر خليفة حفتر القائد العام للجيش إلى روما ولا إلى الإمارات ولا إلى أي دولة من مصر، تقوم القيامة في حين أن القائد العام للجيش يعني تم تعيينه من قبل البرلمان الليبي، في حين السراج لم ينال موافقته من البرلمان الليبي، لا هو لا حكومته. طيب. ولم تعد من حتى من رغبة من قبل السراج أستاذ سميح الأطرش للاستمرار للبقاء بعد 17 ديسمبر من خلال هذه الزيارات الدولية التي يقوم بها، آخرها كانت لواشنطن، وأيضا حديث على أنه طلب الحماية من قبل الرئيس الأمريكي. هل تعتقد أن هناك دول سوف توفر فعلا الحماية للمجلس الرئاسي وستضمن استمراريته لما بعد هذا التاريخ؟ نعم. طيب سيد أحمد، أنت عارف أن الأمين العام للأمم المتحدة قد كلف شخص يسمى غسان سلامة. هذا الشخص غسان سلامة حضر وقال في تصريحاته وانتبعوا فيها في كافة محطات اللي تطلع على الأقمار الصناعية، كله كان بيقول بنتحدث مع كل ليبينا على حدة مش نفهم شن يبي، وحقيقة غيب الشعب الليبي بالكامل وقرر بالنيابة عن الشعب الليبي، ودخلنا في متاهة بتاع انتخابات ديمقراطية بها كويس، في حين أن لا يملك هذه الصلاحية قانونا. من يملك هذه الصلاحية هو البرلمان الليبي، السلطة التشريعية الوحيدة القائمة والفاعلة حاليا هي البرلمان الليبي. البرلمان الليبي لم يصدر أي قانون ينظم بداية العمل الانتخابي، بمعنى يعلن عن انتخابات، يقرر انتخابات بآلية قانونية. أين هذا؟ جوهنا يا أستاذ أحمد، مش تعرف أنت أن ينتبه الشعب من 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 هذه الدسائس اللي يضع فيها هذه المجموعات حقيقة، سواء الإخوان سواء المقاتلة سواء الناس المستفيدة من هذه الفوضى اللي هي نحن بننتهي منها. شن هي؟ أن ذهبوا إلى المدارس وعلقوا أرقام، علقوا أرقام على المدارس باللوحة الكبيرة كويس، وجو ناس وركبوا، ناس واعيين، ناس قانونيين، ونحييهم اليوم من خلال محطتكم الكريمة. ليش نحييهم؟ لأن السيد عماد التسايح لما جاء وذكر قدام سيادتكم هنا وقالنا بالنسبة لي ما فيش عندي إلا جهة واحدة نتبع تعليماتها وهي البرلمان الليبي، ولم نخطر حتى الآن بعملية انتخابية، وناش ندير؟ أنا نجير في تحديث للسجل الانتخابي، نحدث في السجل الانتخابي. هذا المصطلح اللي سمعناه نحن من خلال متابعة محطتكم الكريمة،
كويس. نفاجئه بعد ذلك أنه هو يعلق في أرقام على المدارس باش يحطنا في الجو بتاع الانتخابات هذا. هل هي تعتبر من تحديث السجل الانتخابي أم تحديث السجل الانتخابي تتعلق بالناس الناخبين اللي هم أسماءهم أرقامهم الوطنية وغيره وغيره، وهي طامة كبرى، وهي طامة كبرى. أستاذ سميح الأطرش، هذه التغييرات والتزوير. توجه تحية مباشرة على الهواء الآن. نعم. لمجموعة من المواطنين قاموا بالاعتداء. نعم. على ملصقات قامت المفوضية العليا. غير شرعية يا سيدي. بتعليقها غير شرعية، ومحاولة لتخذير الشعب. أنت بتخذر الشعب أنه هناك انتخابات. ما الذي قرر الانتخابات؟ لما يطلع البرلمان ويقول نعم أعلنت على انتخابات، عاد يعلق لوحاتك وعاد يدير. المفوضية تقول أستاذ سميح الأطرش أن هذا إجراء روتيني، هي تقوم بذلك استعدادا لأي انتخابات. لا يوجد في قانون الانتخابات يا سيدي إجراء روتيني. القانون يعني ذلك قانون سلاح، سيف بمعنى أنت تملك هذا الحق. هو نفسه صرح بها قدام محطتك لما تحصل على موافقة من البرلمان بهذا. اليوم ماشي من لعبد الله الثني؟ ماذا يملك السيد عبد الله الثني مع احترامنا الكبير له وتقديرنا له؟ لا يملك هذا الحق السيد عبد الله الثني رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، بمعنى لا يملك هذا الحق. من يملك هذا الحق هو البرلمان الليبي، السيد عقيلة صالح ومجموعة الأعضاء بتاعه. طيب. يوم اللي قرروا، يوم اللي احنا نمتثل لهذه السلطة الشرعية في هذا الوطن ونقول له حاضر ونستعد ونبدو عدينا في الآلية بتاعنا، أو هو يبدأ عماد السيح. ولكن لما تقول يا عماد اني نا وترجع القانون، ويجب عليك تكون أكثر من غيرك دقة متناهية، إنك أنت تقول الشخص الذي يمنحني هذا الإذن أو هذه البداية أو الشرارة هو البرلمان الليبي. لماذا يا سيدي تعطي تعليماتك إلى بنغازي؟ من الجهة اللي في بنغازي تعدي وقالت على عملية انتخابية؟ ليس من باب شيء آخر، إننا نبي الجيش يطلع ويتحرك الجيش. نحن محررنا وكملنا، نحن بنغازي كملت، البرقة كلها كملت، وجنوبها كمل، وجهات أخرى من الغرب كذلك كملوا. ما عندناش حاجة نحن توه، نحن نحتاجه شنو توه؟ نحتاجه إلى تطبيق القانون إذا كان نحن نناجده بدولة القانون. لا أعرف ما كان الأستاذ زياد دغيم عضو مجلس النواب معي عبر الهاتف أم لا أستاذ زياد؟ أستاذ أحمد، أنا عندي نقطة أخرى بس مهمة والله، معلش يعني. طيب سوف أعود إليك أستاذ زياد. أن في تعديلات دارنا السيد غسان سلامة، والحوار ماشي، والسيد نصية قاعد يبذل في جهد وغيره وكذا، ويطلع لنا كل مرة ويصرح لنا رانا درنا. ومجلس النواب موافق على ذلك. موافق على ذلك، وانتهينا من هذه. أصبح الرفض من وين؟ فوجئنا أنه هو المجلس. من المجلس الأعلى للدولة هذا؟ من هو جس مضى الغير شرعي؟ غير شرعي رجل قانوننا، لما نقول غير شرعي معناه لا يوجد لديه سند قانوني، بس هيك معناه، ليس طعن في الأشخاص. أعود إلى ضيفي في الاستوديو كذلك دكتور فرج السايح. دكتور، زيارات مكثفة يقوم بها السراج في الآونة الأخيرة لأكثر من عاصمة غربية لضمان استمراريته بعد انتهاء ولايته في 17 ديسمبر، هل تعتقد أن هذه الدول فعلا ستقدم على توفير الغطاء لاستمرار السراج بعد هذا التاريخ؟ أستاذ أحمد، احنا نعلم سيادة السراج لم يأتي من قبل المواطن الليبي أو البرلمان الليبي أو حتى اتفاق سخيرة. السيد السراج أتى من حيث لا نعلم فجأة، وكلف من قبل هذه القوة لتمكينه رئيسا لهذا المجلس. إذن هذه القوة أو دول أوروبا الغربية وبعض الدول التي يزورها الآن هي من كلفت السراج ليكون رئيسا لمجلس الدولة، المجلس الرئاسي. لمجلس الرئاسي. نعم. فإذن هو الآن يسعى إلى حشد الدعم الدولي لتثبيته في مكانه. هو يسعى لكسب أو لحشد ممثلي دول أوروبا الغربية والوصول حتى من قبل أعضاء السلطات. هو ذلك غير قانوني أي إن كان، حتى اتفاق سياسي ما لم يتم اعتماده من الجهة القانونية الشرعية التي انتخبها الشعب الليبي. هنا نتحدث إذن على شرعية اتفاق سخيرات، ونتحدث على شرعية السراج، ونتحدث على شرعية الانتخابات، ما لم تكن أيضا معتمدة وصادرة مباشرة بقرار من مجلس النواب. غيرها سيكون باطل غير قانوني. وعلى هذا الأساس إذا تحدثنا فيما يخص الانتخابات، لدي بعض النقاط أريد أن أوجهها إلى مجلس النواب لكي تتخذ
في الحسبان. بعد الفاصل ربما سوف نناقش جزئية الانتخابات التي يدعو إليها غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. أعود إليك أستاذ سميح الأطرش. بعض أو البعض من مؤيدي السراج يلوحون دائما بالعصا الدولية أو الغربية. هل تعتقد فعلا أن هناك دول غربية يمكن أن تتدخل لحماية السراج بعد انتهاء ولايته في 17 ديسمبر؟ الإجابة بكل وضوح وبشفافية وإن شاء الله بإذن الله تكون بمصداقية أن لا قيمة للسراج ويعلم الأجانب. الأجانب لما تعامل، نحن تعاملنا في قضايا بوضوحك تكلم، تعاملنا في قضايا مع شركات أجنبية ضخمة جدا، لا يهمهم سيدي، لا يهمهم أشياء كثيرة، عندهم تأمين على هالبضاعة هذه، وبالتالي نحن ما دفعناش حقها تمشي التأمين يدفعها، يجي التأمين اللي تحل محله. يعني بمعنى لا يهمها الأشخاص. السراج هو عبارة عن أداة طيعة حقيقة، ورجل يعني متابع لجانب الإنجليزي والأمريكي منذ مدة طويلة من الزمن، منذ أيام شركة ميلكم، وكثيرين يعرفوا شركة ميلكم وهي شركة مملوكة لي، وبالتالي الرجل مرتاح من يومه ولن يتعب. لكن الطليان لن يضحي بمصالحهم، لو يبوا يدافعوا عليه ما كانوش يخاطبوا السيد المشير خليفة بن قاسم حفتر اللي هو القائد العام للجيش انه يمشي لإيطاليا ويقابل وزير الخارجية ووزير الدفاع. لماذا؟ لماذا يقابلوا فيه؟ مدام عندهم العصا وعندهم الجزرة وعندهم السلطة كلها عندهم، يقدر يديروا كل شيء. مال في 16 عندهم، مال البحرية بتاعهم عندهم، ما عندهم بتاع الهجرة غير الشرعية، ما عندهم العرس اللي داروا لنا كله. هذين أشياء تستعمل مع حقيقة تغييب للوطنيين في هذا الوطن، هذه الحقيقة بتاعها. يعني سلامة لما جاء البنغازي هل يعتقد أن اجتمع بوجهاء بنغازي الغيورين على بنغازي؟ لا، هو اجتمع مع قلة منهم فقط لا غير، وليس الكل. هذه الحقيقة، لأن كان في صدورنا أشياء نرغب في أن نحن نوصلوها لسلامة بكل موضوعية وبكل قانونية، لأننا محامي المحكمة العليا ونملك هذا الحق وندينه في طعون. لكن لما تحرمني ولا تدعيني يا عميد بلدية بنغازي الأستاذ عبد الرحمن عبار، فأنت قصرت. مش قصرت مع روحك، أنت قصرت في حقنا كوطني، كرجلان وطني نرغب نوصل معلومة، ما نرغب شيء، لا نبو كرسي، لا نبو فلوس، لا نبو مناصب، ولا نبو حاجة. وقلناها الكلب 60,000 مرة هنية، نحن نريد وطن. نقول لك خذوا الكراسي، خذوا البلا الأسود، خذوا الدنيا كلها، أعطوني وطن، أنا محتاج الوطن. شو المشكلة اللي فيها؟ إذا عليش ما تدعنيش يعني، لا نبو قزوزة، لا نبو باصلي، لا نبو الملفيات اللي تحطوا فيه، والناس في المدارس جياع في هذا الشتاء. هذه الحقيقة بتاعها، ناس يعانوا في الأمرين يا أستاذنا. صحيح، والله العظيم ما دخلنا المكان من رجال وطنيين ما مدوا يدهم على حاجة من المأكولات، لأن قالوا ما ناكلش، ونحن قاعدين برا جماعتنا وهلنا ونسانا وقعدتها جواعة، ونبدو في الإغاثة، والإغاثة حطوا فيها من اللي عنده يا جماعة مبلغ مالي كذا. من أمتى نحن يا أستاذ أحمدك؟ من وصلنا هذه المرحلة؟ وما دوره عبد الرحمن العبار؟ دورك أنك أنت تصبي لهالشريحة هذه من البشر، للناس أنك تخدمهم. أنت خادم لمدينة بنغازي، عميد بلدية، منكش مسؤول في الدولة، مش أمين لجنة شعبية لبلدية بنغازي. اختلفت الوضعية يا سادة، سادة اختلفت. لازم نحن نفطن أرواحنا شوية. نحن نقول أن نحن عبارة عن خدام لهالمدينة هذه، نحن عون لك، نحن نساعدوك، كان ناسنا يا صاحبي، وسيقنا ولمعنا وكل درناه، طيب. ما عيرتناش. لكن لما نوصله ان سلامه يجي في عقل دارك ويعلن الانتخابات ولا احد يعترض، عباره عن اعتراضات كم شلنا، نبغى نغير القانون بتاع الانتخابات يا استاذ سلامه، نبوها بالتساوي، نبوها لا الاخرى، يعني اسباب واهيه وعيب، وعيب منهم، عيب منهم هم. نحن عيبنا لما نحقه مسؤول نقعد نرعشه، نحقه اجنبي عيونه زرق وشعر اصفر نقعد نرعشه. ليش ترعشوا يا جماعه؟ ليش ترعشوا؟ والله انتم خير منهم مليون الف الف مره، الله، واحتكينا بهم، مع احترامنا للبعض منهم من الناس اللي هم شكروا عينهم زرق لكن محترمين، في منهم الخيرين، ولكن بينه وبينك اللي جونا وضعيه صعبه. السيد سلامه رجل لبناني، ورجل لبناني، رجل مسلم، نحن ما نبوش نسبوه سيد سلامه. نحن جايين بيقول تعال، انا انت مندوب وممثل عن امين العام المتحده، انت توصل في معلومات زي بريد توصل فيه من الامم المتحده الى جهات المسؤوله في الدوله. من الجهه المسؤوله في الدوله عندك؟ هو البرلمان الليبي، هو رئيس الوزراء في دوله ليبيا. هذه الحقيقه بتاعها، اللي بيسمعها ويزعل مني بيزعل، لان كلمه الحق وجاهه انا اعرفها كويس حقيقه هذه. لكن لما يجي سلامه ويقرر انتخابات، هل يملك سيد احمد القماطي والساده المشاهدين والسيد ضيفي يعلم ذلك، هل يملك سلامة أن يقرر تحديد انتخابات ولكن بشروط ثلاثة؟ أن يعترف بها الجميع، أن يقول كذا، أن يعمل. يا سلام الرجل فيك أنت يا سلامة، اتعلمنا الألف باثاء،
في الديمقراطية. نحن أهل الديمقراطية من يومنا، من يومنا نفهموها ونقروا فيها. جاي بيخش في العدالة في المحكمة، نحن بيخشوا في المحاكم ونبو مجموعة من الأمم المتحدة تشارك معك في المحاكم الليبية. لا يا سيد سلامة، أنت مرفوض، أنت والقضاء بتاعك وأعضاء النيابة بتاعك وأعلى ما عندك تقدر تديره. لا تملك أنك تدير حاجة وقديرة راك درتها في سوريا ولا درتها في اليمن ولا درتها في العراق ولا درتها في بعض الدول الأفريقية اللي قاعدين عالزين عقوتهم. لكن تهدونا بالهجرة غير الشرعية وتفتحونا الأبواب، نقول للشعب الليبي اللي خاطب، اللي يهمني الشعب الليبي وليس المسؤولين ولا غيرهم. يا شعب الليبي راهم يضحكوا علينا، راهم يخلقوننا في اسباب واهيه. طيب، لا قيمه لها من هجره غير شرعيه. شنو علاقتنا بالهجره غير الشرعيه؟ نحن شنو علاقتنا بها؟ ناس يجوك افارقه تو بدات تنحل، تو داروا لهم كوبري طيارات يمشي، انحلت المشكله. صار تو صاروا انتم تخلقوها وانتم تحلوها. طيب، مزبوط. ونحن ندفع الثمن. نحن نريد سيد احمد، نبوا ناكلوا، نبوا نجربوا، نبوا فلوسنا في المصارف، الامانات اللي في المصارف. ما بلاش نرفعوا دعاوي ونشروا افلاس المصارف الليبيه، ما بلاش نديروها. أنا واحد من المحررين، لا ما ندروهاش، لأن يبوها هم. لذلك السيد علي الحبري الناجدة، كمل مشوارك يا علي الحبري، كمل مشوارك يا أستاذ علي، كمل مشوارك، كمل مشوارك، رق ينزل دير عالج المشكلة الاقتصادية. رانا نحن يا أستاذ علي الحبري ما لناش 104 مليون، ما لناش مصر، نحن رانا كمشة شوية شوية وحاصلين في أرواحنا، معزين عن كل شيء، بكل شيء، كيف أب في البيت عنده عائلين وحاصل فيهم. ينضم إلي الآن الشيخ ابراهيم الدرسي عضو مجلس النواب. شيخ ابراهيم اهلا بك. طيب لك يا سيد احمد ولضيوفك الكرام، واخص بذلك السيد سميح الأطرش، وسمعت ان بعافيه لنفاسه، نتمنى له الشفاء ودائما فوق المنزل ويلعلع مع بعض الاختلافات بيننا وبينه، ولكن نشكره على وطنيته وعلى حرارته وعلى حب الوطن. هو غيرين على الليبيا، هذا واجب يا استاذ ابراهيم، بالشكر هذا واجب. طيب شيخ ابراهيم، هناك جلسه متوقعه لمجلس النواب يوم الغد، ما المتوقع من هذه الجلسه؟ سيد احمد، يعني دائما هناك جلسات مجلس النواب وتوقع الكثير ولكن لا نحصل إلا على القليل. سبب ذلك هو ما تتحاورون عنه الآن وما تتجذبون في أطراف في الحديث، ويحصل دائما خلاف وجهات النظر. المشكلة السياسية ألقت بظلالها على المشهد السياسي، وكانت في مجلس النواب أو مجلس الدولة أو مجلس الرئاسة، وحتى الصالونات والنقاشات الثقافية والسياسية، حتى في المربيع والعزوات والأفراح دائما هناك نقاش. يعني أتمنى تكون جلسة غدا يعني فيها كثير من الأمور التي تسر الليبيين وتعلن انفراج ولو بسيطة في المشهد السياسي، نتمنى ذلك. نحن لا نرفع سقف الأمنيات، دعونا غدا إن شاء الله، سنكون في تبرق إن شاء الله بإذن الله. دعونا غدا ننظر بتفاؤل، وبعد أن يحصل الموضوع سنخبركم به إن شاء الله. طيب، أيام قليلة كذلك تفصلنا على الوصول إلى تاريخ 17 من ديسمبر. شيخ إبراهيم، برأيك من الناحية السياسية والقانونية، ما الذي يمثله هذا التاريخ؟ الناحية السياسية والقانونية جربنا ذلك يا سيد أحمد. هنالك سياسة وهنالك سياسة الموضوعية، الموضوعية يعني، والواقع واقع السياسة والواقع اللي نعيش فيه نحن الآن. نحن مجلس النواب لما أخذنا الثقة من شعبنا وانتخبنا الشعب الليبي وجلسنا في مقرنا المؤقت في طبرق، حضرت الأمم المتحدة وحضرت الجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وشاركوا في تسليم السلطة لمجلس النواب. بعد ذلك بأيام بسيطة أخي أحمد وكما يعلم جميع المراقبين، بعد ذلك بأيام أقلنا المحافظ وعيننا نائبه علي الحبري مؤقتا، لم يعترف عام بذلك. أقلنا رئيس موصل النفط، لم يعترف بذلك. هناك شيء نتمناه، هناك واقع على الأرض. يعني ما يحصل بعد 17-12، هل تتوقع أخي أحمد؟ أنا يعني نحن في صف واحد، أنت وسميح الأطرش والله الناس اللي يتبنون ما نسميه، نحن نطلق عليهم بأنفسنا ولا نتفخر بذلك، نحن وطنيين ونحن نساندوا كرامة ونحن مع مجلس النواب والأخير نخصمنا السياسي الآخر. هل تتوقعنا في سراش سيلمنا الأوراق ويخرج ويقول أنا خلاص 17-12 بنروح؟ هل تتوقع من العالم أن يعني رفضه في سراش بمجرد أن 17-12 قدم؟ نحن الآن في موقع سياسي، كما يحارب الجيش بسلاح لا نحارب بالسياسة. نحن سنقاوم المجلس الرئاسي كما قاومناه سابقا، وتتعلم العالم لم يعترف حتى بعدم اعتراف المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي من ينطلق يا أحمد؟ ينطلق من الإعلان الدستوري، تعديل الإعلان الدستوري
الثالث المؤقت اللي مجلس النواب وتقول به المسودات اللي جاءت كلها من الرابعه الى من الاولى الى العاشره والى الرابعه تقول ان تنطلق وتاخذ شرعيه الاجسام اللي تنبثق من الاتفاق السياسي اللي هي المجلس الرئاسي ومجلس الدوله ومجلس النواب. الكامل النواب يختلف حتى بتعليق كثير من الخبراء القانونيين ومما شاركوا في وثيقه فبراير انه السلطه الى السلطه التشريعيه منتخبه هكذا كما يقول وليس محدد بتاريخ معين يعني مجلس النواب. فلذلك العالم يعتبر بذلك المجلس الرئاسي لم ياخذ ثقه منا وهو الان يشتغل ولديه حكومه رئيس وزير خارجيه يذهب الى العاصمه كنا رئيس مجلس رئاسي يذهب الى المتحده ويبر باتفاقيات ذات طابع امن قومي مع الولايات المتحده. اذا نحن كما يقول المثل يقول لك روح الفي دبرنا يجب ان نشتغل سياسه يعني يجب ان نتعامل مع الوضع بسياسه. السراج يتحرك بمنطلق سياسه الامر الواقع نحن يجب علينا ان نتعامل حتى مع الوطنيين. ما السياسه التي سيقوم مجلس النواب باتباعها في مواجهه المجلس الرئاسي الذي كما تؤكد لي الان انه سيمدد لنفسه بعد انتهاء ولايته في 17 ديسمبر لن يغادر المشهد السياسي، ما هي الأوراق التي تملكونها في مواجهة الرئاسي؟ أول ورقة أحمد وكلام للجميع أول ورقة هو أن يصوت مجلس النواب على الإعلان تعديل إعلان الدستور المؤقت. كيف يعني؟ السيد فايز سراج استفاد أصبح سلطة مطلقة في ليبيا. لماذا؟ لأن مجلس النواب لم يصوت على الاتفاق السياسي وبالتالي لم يصوت على آلية اتخاذ القرار داخل المجلس الرئاسي لدرجة أن الكوني تم يبكي والله ما عدل عليه واحد حتى ما في واحد مسح له دموعه. فتح المجلس طلعوا لعن عيمين وضربوه مع يسمع اللي فيه أفكار شو قاعد غادي ما حد عدل عليه. ليش؟ لأن لو تخاصم هؤلاء فتح المجبري والكوني مع فايز سراج يرجعون إلى إلى إلى, إلى ويرجعون الى القاعده الاساسيه اللي هي شنو مجلس النواب. مجلس النواب يفصل بينهم. مجلس النواب لما يرجعون يقول لما في اعتراف بالرئاسي يعني انا عايز اسمع لمين انا المصنف غباسي لا من مطلق طهر في دبرنا. اذا تعالنا نعاود ان نقلل العمليه واصبح المجلس السياسي اذا امر واقع مفروض علينا تعال انا نتعامل مع السياسه وبخبث سياسي نعدل اتخاذها. هذه وجهه نظري وكثير من النواب يا احمد لا احملها مجلس النواب هذه وجهه نظري وكثير من معي في ذلك. هذه خطوه من خطوات في خطوات اخرى ممكن لو سمحوا وقت نحكي لك عليهم طبعا بحكم انا قاعد قريب من مجلس من مجلس النواب ونعرف. قالوا ان نحن نعامل المجلس الرئاسي بما عملنا بخبث السياسي تعال انا ونعدل على الدستوري ورد النواب اللي هو علي قطان يرد وفتح المجد يرد والكون يرد كما باش يرد جوا واحد من جنوب من اخوتنا في الجنوب الغربي ويقعد في المجلس الرئاسي ويعيش في سراج مطلق ومطلق الحريه يعني رئيس ديكتاتور بكل معنى الكلمه يمشي يبرم اتفاقيه مع ايطاليا طابع حمل قومي بدون ما شاور حتى مع تيك اللي الصبي اللي معه قاعد معه. فلذلك نحن نلزمه بالاتفاق السياسي وبآلية العمل داخل المجلس الرئاسي بحيث لا يتخذ قرار منفرد وان اتخذه سيصبح باطل امام السلطه التشريعيه التي عينته ووافقت عليه بموجب الاتفاق السياسي بمؤسسته كلها. وبذلك نحن نأكل حجم من فايز سراج ويرجع انسان عادي يعني رئيس عضو في المجلس الرئاسي ويكون هناك مداوره في رئاسه المجلس الرئاسي يعني فايز سراج يقدر شهور يجينا ربهم معتيك علي قطراني فتح المجبري يكوني كجمال ولا شي واحد من الاخرين معاه. هذه وحده من المقترحات اللي نحن اللي ممكن نتخذها. هناك مقترح اخر وعضو الدكتور سنوس سمين السابق اللي للاسف شديد تأسف على تقديم استقالة مجلس النواب التي توليت في مجلس النواب وبما أنها توليت وقدمت في جلسة صحيحة مجلس النواب استقالة النائب تعتبر باللائحة الداخلية مستقيل. فالسيد يونس الدكتور يوسف النوش اقترح أن يكون هناك انتخابات غير مباشرة داخل مجلس النواب انتخابات رئاسية أي ننتخب رئيس الدولة من داخل مجلس النواب له صلاحيات كاملة في السلطة التنفيذية. لكن هذه فيها معضلة. المعضلة شنو يا أحمد؟ أن هنالك كلام من بصقة يعني هيكل الخطوة هذه كانت في البداية تكون أفضل. الآن عندك مجلس دولة حيرفض وعنده جزء تشريعي والعالم يحترم بجزء تشريعي هذا. عندك المجلس الرئاسي واللي هو القائد الأعلى يسمي نفسه القائد الأعلى بحسب اتفاق سياسي لن يقبل ذلك. يعني سلطة يا أحمد سلطة ومشكلة كبيرة. لكن أنا أعتقد أن التعديل إعلان الدستوري الأول ممكن إلا في ظرف داخل أحمد إذا كنت تسمع فيا اللي هو مبادرة أو تعديلات غسان سلامة. غسان سلامة أنا نقول مش كويس ومش نظيف. ليش يا أحمد؟
غسان سلامة بعث لنا بالمراجعة كان يتوقع أن يرفض ما يسميهم يعني يسميهم هو بالصقورين داخل مجلس النواب لمبادرته، فاجأ بأن مجلس النواب وافق على المبادرة نتاعها، ألقم حجرا كما يقول المثل العربي. الراجل بدل ما يرد علينا عدى هرب دار الانتخابات وقال نريد المؤتمر مش عارف شنو الوطني الشامل ويتحجج بأن المجلس الرئاسي رفضها. ليس المجلس الرئاسي بكامل رفضها، رفضها بعض المتشددين المتعصبين في المجلس الرئاسي على رأسهم عبد الرحمن السويعلي في مجلس الدولة. وقدمونا كثير من اخواننا في مجلس الدولة، على اقصد مجلس الدولة سامحني معلش، وافقوا قالوا وافقوا بإمكاننا أن نرسل سلامة ونوافقوا على الكلام هذا، حتى رفضهم كان لبعض النقاط وليس بالمبادرة بالكامل. ما مستقبل يا شيخ إبراهيم، ما مستقبل هذه المبادرة التي طرحها سلامة ووافق عليها مجلس النواب ورفضها عبد الرحمن السويحلي؟ أنا نقول لك إن شاء الله بإذن الله غدا هذه مبادرة سترى النور بإذن الله سبحانه وتعالى، غدا سيصوت على مجلس النواب وعلى تعديلات ممكن تعديل الإعلان الدستوري المؤقت وبعض النقاط كي سنتفق عليها مجلس النواب. وهنالك كثير من أعضاء مجلس الدولة الغيورين الوطنيين اللي عقوا في ليبيا ماشي للهاوية ماشي إلى مرحلة مظلمة سيصوتون معنا وإن شاء الله بإذن الله هنالك حتى يعني لما سيد غسان سلامة قاعد يبرم اوكي يلا حول الحمى ولا يقع فيه كما يقول المثل. بعثنا مجلس النواب يا احمد انت عندك كلمة كنت تنور الحلقات الماضيه، بعثنا مجلس النواب رساله شديده لهجه باننا غسان سلامة ليس الخيار الوحيد لنا ونحن دار مبادره الراشد. المبادره الكبيره يا احمد هي نتائج الحوارات اللي تحضرت في 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 في, في تونس ودرت عليهم برامج جميله جدا. انت المعد الاستاذ احمد سالم وفي القناه معكم كانت جميله حضرناها كنا وشرحنا حتى فيه. هذه خلاصه التفاهمات التي حصلت ما بين اعضاء من مجلس الدوله مجلس النواب غسان سلامة وحطها في المبادره بتاعها فهمتوا. فهذه هي مجال حاجة جديدة يعني تفاهمات بين مجلس الدولة ومجلس النواب. وأنت عارف يعني من يدرك كله لا يدرك كله، يعني لابد من هنالك من من من, طيب. من من بعض النقاط الخلافية، لابد من هنالك بعض الأشخاص يعني يعلي يقول لك اضرب النقص جيت والعكس هو هذا اللي فاهم. عبد الرحمن السويحلي عبد الرحمن السويحلي يعلم أنه هو قد يكون في الرئاسة ولكن يريد أن يضمن لنفسه مكان أو لشخص ما، فلذلك يقول أنا يتكرر كما يقول. ابقى معي شيخ إبراهيم، ابقى معي شيخ إبراهيم الدرسي، نناقش الآن جزية الانتخابات أو خيار الانتخابات في المرحلة القادمة. أعود إلى ضيفي في الاستوديو دكتور فرج السايح. دكتور، هناك طرح الآن يطرحه سلامة، المفوضية العليا للانتخابات تقوم بتحديث سجل الناخبين، هناك حديث على جاهزية للذهاب إلى انتخابات. هل تعتقد أن هناك احتمالية فعلا للذهاب في هذا الاتجاه؟ أحيي الشيخ إبراهيم حقيقة على طرحه فيما يخص الاتفاق غدا إن حصل ذلك على الإعلان الدستوري. هذا على الإعلان الدستوري فيما يخص مجلس الدولة وحكومة السراج، من هنا ستبدأ نقطة الانتكاسة لمجلس النواب، لأن الاعتراف والتعديل الدستوري فيما يخص الاعتراف بمجلس الدولة هو اعتراف يصبح ضمني ويصبح قانوني ليس فقط سياسيا، وهنا قد تكون الطامة الكبرى. أنا أحبذ الخروج أو الدخول الانتخابات بدلا عن الخروج والاعتراف بالتعديل الاتفاقات اسمها الإعلان الدستوري فيما يخص الاعتراف بمجلس الدولة واتفاقية سخرات. نرجع إلى فيما يخص الانتخابات، هناك العديد من المحاذير. قد تكون في الظروف الطبيعية الانتخابات مخرج لليبيا والشعب الليبي، ولكن المحاذير التي يجب الانتباه لها فيما يخص الانتخابات القادمة. نحن نعلم ما حصل والمحاولات التي حصلت إبان انتخابات مجلس النواب وحجم التزوير والتدليس الذي طرى في من داخل المفوضية المحاصرة بميليشيات متواجدة بطرابلس تشتغل لصالح الإخوان والمقاتلة وقامت بتغيير بعض النتائج لصالح أفراد. وعلى هذا الأساس ابتداء من موضوع المفوضية أنا أرى من الضروري لو تم الاتفاق وإعلان قانون الانتخابات من قبل المجلس النواب، أيضا هناك نقطة أساسية هي المطالبة بنقل المفوضية العليا للانتخابات من طرابلس إلى نقطة محايدة
خارج مدينة طرابلس بحيث لا يكون عليها هيمنة هذه الميليشيات التي قد تقوم بتغيير وتدليس وتزوير النتائج الانتخابية. لكن وفي وجود هناك شروط يجب أن تتوفر قبل الذهاب لهذه الانتخابات، لكن من حيث المبدأ هو خيار ديمقراطي ويبدو أنه خيار واقعي للخروج من هذا النفق. أنا لا أرى هناك عندنا لا خيار، إما حسم عسكري وهذا أصبح شبه وفقا للمعطيات الدولية والمحلية أصبح شبه بعيد الاحتمال في الوقت الحالي ما لم تتغير بعض الحقائق على الأرض، إما انتفاضة شعبية عارمة تطالب بتفويض مجلس عسكري لقيادة الدولة في هذه المرحلة، وهذا أيضا من خلال حجم الإرهاب والترويع والقمع في المنطقة الغربية شبه أصبح من المستحيل أيضا. إذن الخيار الباقي هو انتخابات، لكن تبقى الكرة في بلعب البرلمان إذا استطاع البرلمان أن يوفق في وضع القانون المناسب ووضع بعض المعايير واتخاذ بعض النقاط الأساسية من بينها هي نقطة تحويل المفوضية العليا للانتخابات من داخل مدينة طرابلس إلى منطقة محايدة يستطيع القوة الوطنية متابعتها ومراقبتها وتأمينها. طيب أستاذ سميح الأطرش، هناك من يعتقد أن الخيار الأمثل والديمقراطي كذلك والذي قد يلقى ترحيبا دوليا واسعا هو خيار الانتخابات للخروج من هذه الأزمة السياسية. صحيح. إلى أي مدى هذا الأمر واقعي؟ السراج عبد الرحمن السويحلي كجمان فلان فتح المجبري مش عارف من الأسماء كلها اللي في المجلس الرئاسي والغيره، هل هذول تم اختيارهم بطريقة ديمقراطية ولا نحن كشعب بس تمسكنا مع اليد اللي نحسه فيها تقول لي تبي ديمقراطية معنى عادي الانتخابات فقط لا غير، وقلتها بدري بالمعنى أن المشير لما يعدي إيطاليا تقوم القيامة، لما سراج يتنقل ولا عبد الرحمن السويحلي وقع في اتفاقيات حكمت المحاكم وجايك فيها ببطلانها، حكمت المحاكم ببطلانها وبإلغائها. ألا يحترم حكم القضاء إذا كانت تبي دولة قضاء دولة قانون دولة مؤسسات؟ نعم حاليا سيد أحمد لما أنت جيت بتقول لي والله الآلية الديمقراطية في البلد كويس وفي العالم أجمع هي الطريقة الانتخابية، نقول لك أنا 100% ولكن ما تطبقهاش علي أنا ولا تطبقها على الآخرين. أبدأ من السيد سلامة اللي يجب أن يعلمها كويس اللي قال لنا أربع شروط، أين هذه الأربع شروط من هذه التشكيلات اللي درتها؟ من الضحوكة اللي دروها من تغيير من مؤتمر وطني إلى مجلس أعلى للدولة، ما شاهدناش اللوحة لما مشت هذه المسرحية اللي دار عبد الرحمن السويحلي واللي قبله اللي يلبس في الطلبوش هذا اسمها في المؤتمر الوطني حتى هو مش عارف وش نسمه، مش عارف بلكي تعرف أستاذ معزر محمد. لا, لا, لا مش معزر لا لا محمد لا إله إلا هذه الشخصية جلس على الكرسي لمدة 3 دقائق نحسب فيها بالساعة 3 دقائق وتم نقله كويس بحيث أنه أعلن على افتتاح المؤتمر الوطني العام وقرر الذهاب إلى احترام اتفاق الاسخيرات وإلى الآلية الديمقراطية وهي الذهاب إلى المجلس العام الدولة، وحول اللوحة اللي هي المؤتمر الوطني العام وجابوا لوحة أخرى بالعجل بتاعها بالعجل عجل القمة بلاستيك ومشوها. أليس تضحكها تضحك علي؟ والله منك دفع حاجة في هذا التغييرات اللي حدثت في هذه البلد كلها الله ولا دفعت فيها حاجة، بالعكس أنتم ناس تتعاملوا بالدولار، أنتم ناس عايشين في فنادق 6 و7 نجوم، أنتم ناس ترتدوا الأزياء الفاخرة اللي كريستيان ديور وإف سان لوران وغيره من بشو سموا، أنتم الناس اللي تمشوا يعني لو كم هذا تروحوا بيض حمر، أنتم الناس اللي تعرفتوا على شخصيات وعلى سادة وعلى سيدات حقيقة أصبحتوا أشهر من نار على العالم. تونس تجذ بكم يا ليبيين بصراحة كويس، حرام عليكم يا تاخذونا معاكم كلنا ونمشوا سيبوا ليبيا فاضيه ونمشوا معاكم تونس، يا اما انكم انتم تحترموا انفسكم ان تحترموا انفسكم وتحترموا اراده الشعب. طيب. كما اشار السيد فرج انتخابات تزيح هؤلاء اول حاجه اراده الشعب يجب ان يحترموا اراده الشعب، انتخابات تزيح كافه هذه الاجسام السياسيه التي افسدت المشهد، هل توافق على اجرائها؟ الا بحاجه واحده الا بحاجه واحده، وانا واحد من الناس انتم عارفين الانتخابات يا ساده فيها طعون عارفينها
عارفين في الانتخابات الاولاد رضعوا لنا وصبيت قدام قاضي ما سمعنيش بكل لم يسمعني. عارف ان صناديق الانتخابات وين فتحت؟ فتحت في 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 في, في معسكرات للميليشيات. انا عندنا فتحت جوا بآلية من قبل نوري العبار، هذه حقيقة وهي كارثة. كما اشار الاستاذ فرج اننا نبي نوفر الامن، نقلل الفوضية. عماد السايح قاعد، عماد السايح ولا نعم صحيح دكتور، عماد السايح رئيس المفوضية يتنقل من طرابلس الى بنغازي ويجتمع بالثنين وينتقل الى عقيلة صالح ويتحدث معه. بأي صفة تتحدث معه توا؟ ايش تبي فيه انت؟ انت لا تتحرك الا لما يطلب منك، والا انت مع السيد غسان سلامة. ومع غسان سلامة ايش معناها؟ معناها امريكا بريطانيا، معناها سفراء المانيا وبريطانيا وامريكا وكلهم. طيب نحن وين ماشيين بينا؟ يا سيدي عدوا انتوا اقعدوا في جانب السير، معناها واحد من الناس والله العظيم نتولى حتى تحريض الشعب الليبي، ان ما عادش نبوا ديمقراطية نحن. كان هالديمقراطية بهذا الشكل احنا في 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 غنى عنها، لان جعنا يا استاذ احمد منها، لان تمرمطنا. انا نعالج من سرطان وقلت لك كم مليون مره، مش معاره هي تعايروا فينا عياره ولا كيف؟ ما عندناش ابره باش نضربوها يا استاذ احمد. والله يكلموني بالتليفون امبارح، الله تمت نبكي نبكي من الحسره، نبكي من الحسره انه يبي واحد دواء، واحد يبي دواء، يبي ابره بتاعك كيماوي، واليوم الاثنين اخر ميعاد لها. من جبلاء يا استاذ احمد انا، وينك يا وزير الصحه؟ وينك يا مدير الصحه بنغازي كويري؟ وينك يا فلان يا علان؟ نقدر نجوا في اشخاص، هذا مش حرام؟ الناس عزه عن قوتها في الخضره بتاعها، بتاخذها عادي، خد برتقال ولا خد تفاح ولا خد مندلينه ولا خد انجاص ولا خد فاكهه اخرى نزيله ب 65 جنيه لعلاج السرطان. 65 جنيه باش تعالج السرطان، مش عارف بطاطا ولا اسمها. وين ماشيين بينا انت؟ نقول لكم حاجه، انتم ابقوا على هالكراسي هذه وعيشوا حياتكم كويس وهنيئا لكم، عباره عن حاجه واحده نطلبوها. وفروا لنا نحن حساباتنا مفتوحه، نقدر ناخذ منها المبالغ بتاعنا ونحفظ ماء وجهنا ونحفظ حرمه اسرنا وصبيانا وناسنا. طيب. وبناتنا، ولكن ودوانا وعلاجنا وجرحانا اللي هم دافعوا اللي حولوكم الدواعش من هنا، هذولهم رجال قاعدين صامدين. طيب. وينتظروا. نعم كلهم، جماعة بوديمة، جماعة سوق الحوت، جماعة الضريع من المختار، جماعة الصابري، كلهم قاعدين جاهزين، بحيشي كلهم جاهزين، والله ما هم سايبينكم، والله ما هم سايبينكم. طيب سأختم معك شيخ إبراهيم الدرسي فيما يتعلق بدعوات غسان سلامة لإجراء انتخابات، هو ألمح لإمكانية إجرائها في النصف الثاني من العام المقبل. هل سيناقش مجلس النواب الآلية التي ستجري من خلالها هذه الانتخابات أو القانون الذي ستجرى من خلال هذه الانتخابات؟ شيخ إبراهيم. طيب فقدنا الاتصال بشيخ إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب. أعود إلى ضيفي في الاستوديو دكتور فرج السايح رئيس المعهد المغاربي للدراسات والبحوث الاستراتيجية. أختم معك دكتور، كلمة أخيرة في الختام، قبل أيام من 17 ديسمبر، ما هي الرسالة التي تقدمها لأهلنا في مدينة طرابلس؟ أخي دعني أعرج على الانتخابات. قالها السيد نوري السراج، نوري العبار صراحة وبروح الفكاهة، قال أن انتخابات البرلمان تم التزوير فيها. كان في لقاء منذ 6 أشهر بالبيضة أن تم التزوير أو تلاعب بالانتخابات، وعليه ما لم تكن هناك معايير ووضع الآليات لتأمين المرحلة الانتخابية ستكون باطلة ولا معنى لها. نرجع إلى أهلنا في طرابلس، أحيي أهلنا في طرابلس، أحيي صمودهم، أحيي صبرهم أيضا، ولكن أقول لهم الوطن ينادي أهلنا بطرابلس للالتفاف حول الوطن وطرد هذه الشراذم، هذا الزبد الذي أصبح حقيقة وباء يجثم على صدور أهلنا في طرابلس الذين يعانون الويلات من القمع والتهميش والحرمان والجوع والترويع كل يوم. فأحييكم وأحيي صبركم وجهودكم مرة ثانية، وأتمنى أن تقفوا مع الوطن. أستاذ سميح الأطرش. نعم. كلمة أخيرة. نعم أنا سيد غسان سلامة لي رسالة، إذا كان يتبع في محطاتنا هو ولا يتبع في محطات أخرى، كان يتبع في محطة الحدث وأنا واثق أن يتبع فيها، لأن محطة عارفة شو تتكلم والناس اللي فيها ناس حقيقة من فضلهم عليك. شكرا. ناس محترمة كلهم وشرفاء، ومحطة موضوعية. شكرا. ومحطة إعلامية هدفها الحفاظ على هذا الوطن ومناصرة كذلك كل حق فيها، أي حق
سواء شرطة، جيش، قضاء، دولة مدنية، برلمان، اسمها ضيائي، الأجهزة اللي هي الشرعية شرعية في الدولة. شكرا. أنا برد على سيد غسان سلامة اللي بيقول له سيد غسان كلفونا مجموعة من الـ من الـ من المواطنين ورفعنا دعاوى إدارية على قرار إحالة لمشروع الدستور إلى البرلمان الليبي. ويا سيد سلامة إذا كان كم تحت أنت رجل قانون ورجل تحترم القانون، هذه هذا القضاء محكمة السيناف بنغازي الدائرة الإدارية أصدرت في شهر 10 في 2017 في القضية رقمها 260/2017 استئناف إداري، أصدرت حكمها بإيقاف قرار الإحالة اللي تم من الهيئة 60 إلى البرلمان، وبالتالي يعتبر البرلمان كأنه لم يستلم قانونا هذه الوثيقة، وبالتالي اللجنة 60 يجب عليها أن تكمل مشوارها. أما إذا كانك أنت تتحدث ونحن قارينها أو نحكوها لك ونقول لك صراحة سيد غسان سلامة، أنت تبي الهيئة اللجنة الانتخابية أو المفوضية انتخابت باش تدير بها استفتاء على الدستور، لأنك هذاك اليوم صرحت أنت وكثرة تصريحاتك توقعك في المحظور، وبالتالي احنا نتابعوا فين وسجلوا فين. إذا أنت تبي شو تدير؟ تبي أول خطوة قلتها نبوه دستور، استفتاء الشعب الليبي على الدستور، وهي أغنية لما تداول ماشية. هذا المشروع الدستور لا كويس ليس في موضوعه، ولكن الآلية التي تمت بها التصويت هي عملية باطنة. ثانيا أنا حقيقة في هذه اللحظة يا أستاذ أحمد وأمانة أمام الله والتاريخ أحيي مكتب المحامي العام وأحيي رئيس محكمة السيناب بنغازي كويس على مواقفهم الجبارة، وكذلك تعاون الغرفة الأمنية وقوات البحرية على إرجاع محكمة الاستئناف بنغازي إلى ذات مقرها بعد صراع قوي من هؤلاء الرجال وهؤلاء الناس المسؤولة، وعلى رأسهم السيد عبد الرازق النظوري والسيد اسمها ونيس بوخمادة والسيد المحامي العام والسيد رئيس المحكمة، فإنهم هم وفروا والبحرية كذلك قائد البحرية سيد تواتي، فإنهم هم ترجعوا هذه المحكمة إليهم بحيث أن شكلوا لجنة اليوم باشرة أعمالها بالاستلام، وهم مشكورين جدا. طيب. ويعني لازم من شكر والتقدير لهم. أشكرك المحامي والناشط الحقوقي دكتور الأستاذ سميح الأطرش، كما أشكرك أيضا دكتور فرج السايح رئيس المركز المغاربي للدراسات والبحوث الاستراتيجية، شيخ إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب، أشكرك.